ما زلنا في استراتيجيا وفي الموضوع الروسي الأوكراني، قرار أوروبي طبعا بتجميد أرباح الأصول الروسية، هذا قرار أيضا ممكن أن ترد عليه روسيا بطريقتها الخاصة. يبقى مع الدكتور سيد غنيم من موسكو الدكتور عمرو الديب الأستاذ المساعد في الأكاديمية الرئاسية الروسية ومدير مركز خبراء ريالست الروسي. أهلا بك معنا. روسيا كيف يمكن أن تتحسب لهذا القرار الأوروبي كون روسيا بأمس الحاجة يعني أيضا إلى الأموال؟ طبعا القرار كان يتم التحضير له منذ فترة طويلة جدا، ولكن كان هذا القرار يتوقف على كيفية استخدامه وكيفية ويعني ميكانيك طريقة تنفيذه على الوضع العملي. ولكن في نهاية الأمر اتخذ الاتحاد الأوروبي هذا القرار، وسيكون سابقة بالفعل سابقة قانونية مهمة جدا في العالم. ويعني للأسف الشديد روسيا من الناحية الاقتصادية لا تملك أي أدوات يمكنها من خلالها التأثير على مثل هذا القرار، أو على الأقل معاقبة الاتحاد الأوروبي أو معاقبة حتى الولايات المتحدة الأمريكية، مع أنها يعني بشكل قانوني بعيدة عن هذا القرار، ولكن لا تملك روسيا للأسف الشديد الأدوات الاقتصادية الفعالة التي يمكن من خلالها أن يكون هناك رد روسي قوي. يعني ماذا يمكن روسيا أن ترد في هذه الحالة؟ قطع امدادات الغاز المسال مثلا، هو بالطبع هذا القطاع مثلا هو من ضمن أهم مصادر الدخل الروسي في العامين الفائتين، ويتم استمرار زيادة وتيرة تصدير هذا الغاز المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي. فروسيا للأسف لا تمتلك آلية اقتصادية، آلية قانونية. يعني يمكن أن يكون الآلية القانونية من خلال رفع يعني قضايا في المحاكم الأوروبية أو المحاكم الدولية في هذا الخصوص، ولكن هذا القرار يعني من الناحية السياسية بعيد عن الناحية الاقتصادية أو الناحية سأتي إلى الخشب السياسي. بس إذا سمحت لي الدكتور سيد لديه تعليق على الموضوع. أولا متفق طبعا مع كلام دكتور عمرو في بالذات في نقطة ليس لديه الرد القانوني سوى ما تفضل به. هيكون رده زي رد الاتحاد الأوروبا كما تدعي. لماذا؟ دلوقتي الأول ماذا لدى أوروبا؟ لدى أوروبا أرصدة ب 280 مليار، عفوا 280 مليار دولار يورو، دولار أو يورو أنا ممكن أتذكر. المهم وبتعمل إيه بقى؟ قالك أنا أجمد الأرصدة دي وفي أرباح سنوية من 3 إلى 5 مليار في السنة بيبتدي يستفيد بالفعل من تلك الأرباح السنوية عنده. على حد علمي أنه هناك أرصدة أوروبية وغير أوروبية في روسيا بقيمتها 282 مليار دولار. يعني مثلا على سبيل المثال قبرص لوحدها، لك أن تتخيل حضرتك قبرص تلك الجزيرة الصغيرة 98.3 مليار دولار استثمارات داخل روسيا. يليها هولندا حوالي 50 مليار دولار، ألمانيا وإيطاليا وما بين 16 و 12.9 مليار، يعني فوق 10 مليار دولار. بريطانيا من ضمن العظمى اللي هي الدول الجريت 7 ليست اتحاد أوروبي حاليا، لديها من أهم الدول التي لديها استثمارات كبيرة للغاية، أعتقد 29 أو 39 مليار دولار في روسيا. خارجهم بقى أستراليا، سويسرا كذلك، والنرويج. النرويج اتحاد أوروبي، سويسرا قليلا يعني حوالي 229-239 مليون، أما النرويج فبرضو أعتقد حاجة و30 مليار داخل روسيا. حصل بالفعل أن روسيا جمدت أرصدة من؟ في بنك ألماني هو شريك في جاز بروم موجود في روسيا، جمدته بالفعل أصدرت القرار. في عارف أرستون بتاعت السلع المعمرة الإيطالية، احنا قلنا إيطاليا لها استثمار دي من ضمنها، جمدت أرصدتها بالفعل. وتلاحظ هنا في روسيا، وأنا أكرر أن أتفق مع كلام ضيفك ويصلح لي لو أنا غلطان في اللي قلته طبعا، بس اللي أنا عايز أقوله يمكن كان عايز يقول كمان، روسيا بتأجل قراراتها نسبيا. يعني بتحاول في هذه الإجراءات الاقتصادية القانونية أن يكون قرارها متأخر، وده اللي يتفق تجيل ما أقولها أن روسيا كانت جاهزة للعقوبات الاقتصادية أكتر ما جاهزة للحرب. فأعتقد ده هيكون في إيديها وبتنفذ الجزء اللي اتحرك عليه وفي طريقها تنفذ
ده السؤال بقى كيف ستتصرف الأوروبيين حيال ذلك. طيب دكتور عمرو، يعني أيضا انطلاقا مما تفضل به دكتور سيد، وكنت أنت على وشك أن تتحدث عن الموضوع السياسي. طيب سياس قلت اقتصاديا أنه محدود بجوز الرد، وإن كان في هناك أمثلة ضربها الدكتور سيد، سياسيا شو ممكن أن تعمل موسكو؟ تعليقا طبعا على ضيفك كريم دكتور سيد، يعني إذا كنا نتحدث عن أصول غربية في الداخل الروسي، هي ليست أصول داخل البنوك الروسية، ولكن عبارة عن شركات موجودة بالفعل داخل روسيا. ويعني في آخر عام أو عام ونصف خرجت العديد من هذه الشركات وباعت أسهمها في الداخل الروسي، يعني هناك يعني تأثير قليل جدا يمكن أن تحدثه روسيا للدول الغربية والدول الأوروبية والدول الأوروبية بشكل خاص في هذا الخصوص. ولذلك تأخر هذا القرار لفترة طويلة. عن هذا القرار الصادر من الاتحاد الأوروبي تم التفكير فيه ماليا حتى تم إخراجه بالشكل النهائي الذي رأيناه مؤخرا. وهذا الأمر مرتبط بترتيب الدول الغربية والدول الأوروبية بشكل خاص لوصولها داخل الاقتصاد الروسي. حتى الآن للأسف الشديد روسيا تعتمد بشكل أو بآخر على الاقتصادات الغربية، لأن روسيا يعني تبيع المواد الخام، ليس لديها أي منتجات يمكن لها أن تؤثر على الاقتصاد العالمي، ولكن دائما هي التي تبيع المواد الخام، ومن يبيع المواد الخام دائما يقع تحت طائلة التأثير على من يشتري منه هذه المواد الخام. أرجع إلى سؤال حضرتك، الشكل السياسي. الشكل السياسي هنا لهذا القرار هو مرتبط بالطبع ب يعني إفلاس الدول الغربية أو عدم استطاعة الحكومات الغربية في تقديم مساعدات بشيك مفتوح للقيادة الأوكرانية. أصبح الأمر محرج جدا أمام شعوب الدول الغربية والتي تعاني من أزمات اقتصادية من فتح شيكات مفتوحة للقيادة الأوكرانية لصرف ما تشاء. لذلك قرروا اتخاذ مثل هذا القرار الصعب، وجعلوا حتى يعني تقسيمة الأرباح التي سوف تتم أو يتم إعطائها للجانب الأوكراني 90% من الأرباح لشراء أسلحة، أي تشغيل الاقتصاديات الغربية، لأن مصانع الأسلحة في الغرب هي التي ستبيع هذه الأسلحة وهذه الذخائر. ومن أين ستأتي الأموال؟ ستأتي الأموال 90% من هذه الأرباح ستتجه إلى شراء الأسلحة والذخيرة، و10% فقط من هذه الأرباح سيتجه إلى إعادة الأعمار. وهذا الأمر يعطي انطباع واضح للجميع كيف ينظر الغرب إلى الأزمة الأوكرانية. الأزمة الأوكرانية مستمرة بشكل أو بآخر، لذلك لا ينظرون إلى عمليات إعادة الأعمار نهائيا حاليا، ولكن فقط ينظرون إلى مسألة شراء الأسلحة وبيع الأسلحة وتشغيل مصانع الأسلحة والذخيرة في الدول الغربية، وبالطبع على رسوم الولايات المتحدة الأمريكية والتي لاقت رواج غير مسبوق في العامين الفائتين على يعني اتجاه بيع الأسلحة وبيع الذخائر. وشركات كبيرة يعني بدأت طلق رواج كبير جدا بسبب الأزمة الأوكرانية، والمصدر الدخل الذي يعني في أيديهم الآن هو مليارات من اليوروهات سنويا أرباح من الأموال الروسية. طب هون في نقطة دكتور، ما تملك روسيا تملك أيضا. نعم روسيا يعني قادرة على إنتاج الأسلحة، تصنع أسلحتها بنفسها. هل هذا هو ربما كان بلسما بالنسبة إلى الروس للتخفيف من تداعيات الحصار الاقتصادي عليها؟ هو يعني من ضمن المميزات بالطبع لا شك، مميزات الاقتصاد الروسي ومميزات الدولة الروسية أنها لا تعتمد على أحد في صناعة الأسلحة، تمتلك معظم المواد الخام في إنتاج الأسلحة، تمتلك التكنولوجيا الحديثة في إنتاج الأسلحة والذخائر، تمتلك ترسانة من المصانع السوفيتية وتحديثاتها خلال فترة 20 عام الفائتة في عمر الاتحاد الروسي عندما أتى فلاديمير بوتين إلى الحكم، 24 عام ليس 20 عام فقط. يعني هذه الفترة وهذه الترسانة وهذه القوة من امتلاك المواد الخام وامتلاك العقول هو بالطبع أمر يصب في مصلحة روسيا، ولكن نحن هنا لا نتحدث عن الاقتصاد العسكري فقط أو الاقتصاد الحرب فقط، ولكن نحن نتحدث بشكل عام
عن ماذا سيؤثر على المواطن الروسي نفسه، اقتصاد روسيا الداخلي، كيف لروسيا أن ستتعامل بشكل أكثر فعالية مع تسونامي العقوبات الغربية الذي بدأ منذ عامين، وبالفعل بدأ بشكل صريح منذ عام 2014 منذ ضم شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي. هذه أمور كثيرة جدا سيكون على السلطة الروسية أن تتعامل معها. ولعل الأمر هنا مهم جدا في أن وزير الدفاع الجديد هو رجل اقتصادي، إذن الاقتصاد هنا يتحكم في العديد من الأمور داخل روسيا. حتى وزير الدفاع عندما تم اختيار وزير الدفاع جديد اختاروا وزير دفاع يعني رجل اقتصادي وليس رجلا عسكريا بالمرة. لماذا؟ لأن الاقتصاد هو الذي هي العجلة التي تحرك جميع الاتجاهات أو جميع القطاعات الرئيسية داخل الاقتصاد الروسي وداخل الدولة الروسية بشكل عام. أما مسألة يعني وجود الاتحاد الأوروبي والدول الغربية بشكل عام، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، وإفلاسها في تقديم مساعدات بالفعل للجانب الأوكراني، يعني يتجلى لنا في هذا القرار الأخير، وهو على روسيا ومن أموال روسيا ومن أرباح روسيا أن تدفع إلى أوكرانيا، ولن ندفع بعد ذلك، بل على العكس سنستفيد من 90% من قيمة ما يتم دفعه لمصانع الأسلحة ومصانع الذخيرة الغربية بشكل عام. دكتور سيد، نفس السؤال متعلق بالتصنيع، أهمية التصنيع الذاتي. يعني روسيا بجوز لو كانت تعتمد على دول أخرى في الأسلحة لكانت الكارثة عليها. مما لا شك فيه أن في هدف رئيسي واضح مع تعيين وزير الدفاع الجديد، وهو من ضمنه الصناعات الدفاعية الروسية. الصناعات الدفاعية الروسية، يمكن أزيد شيء، هي روسيا لا تمتلك كافة المكونات، تمتلك الجزء الأكبر، ولكن العقوبات أثرت على بعض المكونات. يعني لدي معلومة أن على سواء بتتنشر، يعني طبقا لما نتحصل عليه، أن في مثلا مصانع الهليكوبتر الروسية متأثرة للغاية، لأن مش كل الكومبوننتس الخاصة بتصنيع الهليكوبتر تمتلكه روسيا بالكامل، المكونات بالضبط. أن مثلا وزير الدفاع البريطاني بدأ يهاجم الصين صراحة، لدينا معلومات استخباراتية أن روسيا تمد، الصين تمد روسيا مثلا بمكونات تساعد في أسلحة قاتلة. فهي الفكرة، ولكن بغض النظر هي تملك كل ما تصنعه أو تملك الجزء الأكبر منه، مثلا على سبيل المثال هو التركيز الحالي على التصنيع الدفاعي. لماذا؟ الحرب اقتصاد زي ما ذكر ضيفك الكريم في الأساس، وقدرات عسكرية. وكل ما أمتلك قدرة على التصنيع والتدوير والصيانة وإعادة التصنيع مرة أخرى لإمداد القوات، أنا لا أحتاج لغير، لأن من ضمن تقدير الموقف أهم الاستراتيجي العسكري بالذات قدراتي على التصنيع، وليس العسكري فقط، لأن الجبهة الداخلية وها مؤثرة، وذكرها أيضا الدكتور عمرو، لأن الظهير للجيش هو الجبهة الداخلية في الأساس. فأنا أتوقع أن في الفترة القادمة التركيز المجهود الرئيسي الاقتصادي العسكري لروسيا التصنيع الدفاعي بأي شكل أشكال، سواء أمتلك كله أو أمتلك الجزء الأكبر منه. نعم. طب في دقيقتين أو أقل قليل دكتور عامر، أنه ما يفيد روسيا أيضا وجود يعني قوى اقتصادية مش بالضرورة متحالفة معها ولكن صديقة لها، يعني صديقة، نتحدث عن الصين، في بعض الدول في إفريقيا، في أمريكا اللاتينية، هذا يعني يخفف من وطأة الحصار الاقتصادي. هو بالطبع يخفف، ولكن يعني لا يزيل أو لا يزيل الآثار الكبيرة طبعاً في الاقتصاد الروسي. فيما إذا كنا نتحدث عن الصين، كما قلت حتى في بداية أو في إحدى الإجابات على أسئلة حضرتك اليوم، بأن من يبيع المواد الخام فهو رهين رغبات المشتري. صح. فالصين هنا هي دولة تتحول روسيا للأسف الشديد إلى رهينة اقتصادية للصين، كما كانت روسيا رهينة اقتصادية للغرب في الأعوام الماضية، فتتحول فقط القبلة من الاتحاد الأوروبي والدول الغربية إلى الصين والهند، يعني لم يتم تغيير أي شيء. ألا يعني نتذكر هنا يعني أول حديث لفلاديمير بوتين في عام 2000 عندما أصبح رئيسا للاتحاد الروسي، كانت أول كلمة أو أول أمنياته هو أن تتحول روسيا من اقتصاد المواد الخام إلى الاقتصاد التصنيعي.
وهذا لم يحدث على مدار 24 عام للأسف الشديد، ولكن يعني هناك تدارك للأمر، ويمكن أن تصل روسيا بشكل أو بآخر إلى أن تكون اقتصاد مصنع، وهي تمتلك جميع الإمكانيات في هذا الأمر، تمتلك العقود، تمتلك مواد الخام، تمتلك البنية التحتية، تمتلك العديد من الأمور في هذا الخصوص. ولكن مسألة علاقات روسيا مع دول مثل الصين والهند، يعني واضح الأمور أن الصين تشتري المواد الخام برخص شكرا. التراب، زي يعني نعم يمكن أن يقال برخص التراب من روسيا. ولكن علاقات روسيا مع الدول الأفريقية، يعني روسيا مهمة للدول الأفريقية وليس العكس. شكرا لك من موسكو الدكتور عمرو الديب، الأستاذ المساعد في الأكاديمية الرئاسية الروسية ومدير مركز خبراء ريالست الروسي. شكرا للدكتور سيد غنيم. انتهت حلقة استراتيجية لهذا اليوم، تحياتي.